الاستاذ هاني الشافعي اللي مشرفنا، وجزا الله خيرا الحاج عبد الفتاح، وربنا يجعله في ميزان حسناته، وابنه محمد ربنا يجعلهم في ميزان حسناتهم، والاستاذ سلامه، والحاج مصطفى الاحمدي ملك التصوير، ونستمتع بالشيخ عمرو صحيح ان شاء الله، وبنحيي الشيخ فريد شوقي اللي حضر وشرف، وكل بهدين ربنا يجعله في ميزان حسناتهم. ونستمع الان للشيخ عمرو صحيح من علماء الازهر الشريف والاوائل، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده على حلمه بعد علمه، وعلى عفوه بعد قدرته، عز كل ذليل، وغنى كل فقير، وقوة كل ضعيف، ومفزع كل ملهوف. من تكلم سمع نطقه، ومن سكت علم سره، ومن عاش فعليه رزقه، ومن مات فإليه منقلبه. بالبر معروف، وبالإحسان موصوف، معروف بلا غاية، وموصوف بلا نهاية. سبحانه سبحانه، لا يسأل عنه متى كان، لأنه خالق للزمان، ولا يسأل عنه أين كان، لأنه خالق للمكان، وهو على ما كان يعلم ما كان وما يكون، لو كان كيف يكون كان، وهو على ما كان قبل خلق المكان كان، لن يتغير عما كان. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، سيدي أبا القاسم يا رسول الله، خلقت مبرأً من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء، وأجمل منك لم ترى قط عيني، وأفضل منك لم تلد النساء. أيها الإخوة الأعزاء، ويا حماة الدين وحراس العقيدة، نحن في العشر الأواخر من رمضان. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم متحدثا عن ليلة القدر: تحروها في العشر الأواخر من رمضان. وفي رواية أخرى: في وتر العشر الأواخر من رمضان. يقول العلي الجليل في محكم التنزيل: إنا أنزلناه في ليلة القدر. إذا قال ربك إنا، فلا يستطيع أن يفعل ذلك إلا من قال إنا. فالعلي القدير قد يعطي أحد من خلقه من عطاياه، فالله خالق وجعل لبعض العباد أن تخلق، والله صانع ومنح بعض العباد أن تصنع، والله رازق ووكل أرزاق بعض إلى بعض. لكن إذا قال إنا، فلا يستطيع أن يفعل ذلك إلا من قال إنا. فالقرآن بيانه، والقرآن كلامه، والقرآن وحيه، ولا يستطيع أن ينزل القرآن إلا رب القرآن. إنا أنزلناه في ليلة القدر. لماذا في ليلة ولم يقل في نهار؟ لأن الليل هو موطن الأسرار، فيه يخلو الحبيب بحبه، ويجلس الحبيب مع حبيبه،
ويخلو الذهن الشارد إلى صاحبه، فإذا أظلم النهار وأزدلت بالليل الأستار، جعل المحب يناجي الحبيب الغفار ليغترف من بحار الأنوار. فسأل السائل شيخه: ما بال أهل قيام الليل منيرة وجوههم؟ أين صحت وقويت أبدانهم؟ فقال له: خلوا بربهم فألبسهم من أنواره أسوابا. ليلة صفى فيها قلبك فصافح أنوار ربك، فهي ليلة قدرك. الأستاذ اللي بيتكلم، احنا مش بنغني، الأستاذ اللي بيتكلم هناك يا عم الحاج، استأذنك احتراما وتقديرا وإجلالا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا. ليلة صفى فيها قلبك فصافح أنوار ربك، فهي ليلة قدرك. ليلة صفى فيها القلب فصافح أنوار الرب، فهي ليلة القدر. في رمضان نعم، وفي غير رمضان نعم، وفي سائر الأيام نعم. إذا قال ربك ليلة فكل ليالي المحبين جميلة. لذلك عندما سئل أحد الأئمة: حدثنا يا إمام عن ليلة القدر، قال: عن أي ليلة تتحدثون؟ قالوا: حدثنا عن الليلة التي تتنزل فيها الملائكة. قال: في كل ليلة تنزل فيها الملائكة. ألم تقرأوا قول المولى عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. عن أي الليالي تتحدثون؟ قالوا: حدثنا عن الليلة التي يستجاب فيها الدعاء. قال: في كل ليلة يستجاب فيها الدعاء. ألم ينزل العلي القدير في كل ليلة إلى السماء الدنيا وينادي: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ ألم يغفر العلي القدير للمؤمنين بين الأذان والإقامة؟ ألم يغفر لهم بعد كل صلاة؟ ألم يغفر لهم بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ عن أي ليلة تتحدثون؟ نحن قوم كل الليالي عندنا قدرية. ليلة صفى فيها قلبك فصافح أنوار ربك، فهي ليلة قدرك. ليلة اتصلت فيها السماء بالأرض فخرجت الأنوار من الأرض إلى السماء، فملائكة تطير وملائكة تقف على الأقدام، وملائكة رقعت للعزيز الديان، وملائكة سجدت للواحد القهار. ليلة فيها من العطاء ما فيها، وفيها من الأسرار ما فيها، وفيها من الأنوار ما فيها. الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر لنا وصفا في تفسير معناها، فقال: إنها تسمى بليلة الضيق، لأن الأرض تضيق بالملائكة. ما من موضع قدم فيه ملك راكع أو ساجد، وفوق الراكع راكع، وفوق الساجد ساجد، حتى يصل إلى سماء الله الرافع، وكأنهم أفواج فوقهم فوق بعض،
فوق الراكع راكع وفوق الساجد ساجد، فإذا امتلأ ما بين السماء والأرض بالملائكة نزلت ملائكة أخرى يطوفون على أهل العباد يتلمسون قلوب أهل العباد، من وجدوه نائما استغفروا له، ومن وجدوه قاعدا سلموا عليه، ومن وجدوه قائما يصلي عانقوه. فإذا عانقك الملك اشعر بدنك وخشع قلبك وانتفضت عينك. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا اشعر بدنك وخشع قلبك وفاضت عينك فذلك من مصافحة الملك لك. ليلة صفى فيها قلبك، ليلة صفى فيها قلبك، فصافح أنوار ربك فهي ليلة قدرك. ليلة صفى فيها القلب فصافح أنوار الرب فهي ليلة القدر. إنا أنزلناه في إيه؟ هو القرآن الكريم. نجيبها من آية تانية: نزل به، سمعني، الروح الأمين. على مين؟ على قلبك. على قلب مين؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. من أراد أن يفوز بليلة القدر فعليه بالقرآن الكريم، من أراد أن يفوز بليلة القدر عليه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هما سر فوزك بليلة القدر: القرآن الكريم وقلب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا القدر كفاية. حتى أترك المجال لأستاذنا ومعلمنا فضيلة الشيخ فريد شوقي، فليتفضل صاحب الفضيلة مشكورا مقبولا.